أنا اسمي أمال محمود السيد درويش من محافظة الفيوم من قرية صنبور الإبلية التابعة لمركز سنورس. حضرت لمؤسسة دار الهلال المحترمة وبشكر العاملين فيها كلهم، وبصراحة الناس اللي قالوا لي إن أنا أجي لهم عشان عارفة إن صوت إن هم بيوصلوا صوتي للسيد رئيس الجمهورية، وأنا بشكر السيد رئيس الجمهورية اللي قال إن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، وده اللي خلاني إن أنا آجي وأتوجه من خلال المنبر الإعلامي بتاعهم إن أنا أوجه شكوتي للسيد رئيس الجمهورية. أنا يا فندم عندي حتة أرض في الفيوم، وسعادتك أثناء 2011 استولى عليها أخويا مع بعض بلطجية وراحوا ماسكين الشجر اللي فيها، كانت شجر مثمر مانجا وزيتون وليمون، ودي اللي حلتي حضرتك بعد 30 سنة غربة. أنا سعادتك متغربة بقالي 30 سنة غربة بره، وعندي أربع أولاد منهم بنتين معاقين ذهنيا، فرجعت سعادتك عشان أقعد في بلدي وأستثمر وأشوف الأرض دي أزرعها تاني أزودها أعمل فيها أي حاجة. سعادتك مسكها هو وبعض البلطجية قطعوا الشجر اللي فيها وراحوا بادين فيها جزء منها مقابر، والجزء التاني راحوا بايعينه لبعض البلطجية اللي قاعدين فيها حاليا. وسعادتك أنا احترامي لدولتي اللي بتمنى إنها تكون أحسن دولة في العالم كله، توجهت واحترمت الشرطة والقانون ورحت سعادتك رفعت قضية وتصدر لي قرار تمكين يا فندم بسنة 2011. وسعادتك من سنة 2011 لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي لم أتمكن من أرضي ولا أتمكن من أي شبر فيها. لكل ما توجه سعادتك لمديرية الأمن والمركز سنورس وللمباحث يقولوا لي أصل الناس قعدت وخلاص، يعني سعادتك كأن أنا احترمت القانون بقت الناس الحرامية اللي قاعدين في أرضي أحسن مني، وكأن ال 30 سنة اللي أنا اتغربتها سعادتك راحت هباء. يعني أنا طلعت من مصر كنت مش لاقي آكل، أرجع مصر تاني يا فندم وأنا عندي 55 سنة تاني أرجع شحاتة تاني أبدأ من أول وجديد، رغم إن أنا سعادتك عندي حاجات كتير عايز أعملها في بلدي وعايز أشتغل واشتغلت. ويمكن أنا بختصر لسعادتك كلامي إنما أنا اتمرمطت واتبهدلت جامد أوي 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 في حياتي، وكسبت لأمتي بعرق جبيني يا فندم، لا سرقت ولا نهبت ولا كنت مسجلة خطر ولا بعمل أي حاجة تغضب ربنا، فده جزاء يا فندم. فأنا بوجه ندائي وصرختي، أنا بصرخ دم وبوجه ندائي لسعادتك يا فندم إنك تنصفني زي ما بتنصف الشعب المصري كله، وربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا يا فندم، ترجع لي ارضي عشان انا عايز استصلحها تاني واعمل عليها مشروع. انا جاي عايز اعمل مشروع قومي، المشروع اللي انا اعمله كمان مشروع قومي، وان شاء الله اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يوفقك وترجع لي حقي يا فندم، وجزاك الله كل خير.